السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي لصمدي. فان شاء الله هذا النهار ان شاء الله غنتحدثوا على واحد الموضوع اللي غالبية المربين كيطيحوا فيه، هو في خطأ في الحقيقة شائع والناس ما كيديوهاش فيه، ولكن هو انا في الحقيقة طحت فيه هذا المشكل. عليها بغيت نشارككم هذا الفيديو، الا وهو هذا المشكل، يعني الكمية ديال الاكل اللي عطينا هذا الانثى ديال الشنشيلا، هي راه ولدت تبارك الله. ولكن الملاحظ ان ملي عطيتها جوج طيسان ديال 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 السيكانيم، يعني 200 غرام، يعني طاس فيه 100 غرام، انها تزاد في الحجم بزاف. هانتوما شوفوا تبارك الله، الى بانت لكم راها يعني ضخمت بزاف. دابا راها ولدت وشوف تبارك الله كيفاش كانت، راه البارح لدرجه انها ما كانتش كتقدر تمشى، ولات غير كتزروط يعني من جهه لجهه باش قدرت يعني تدخل لبيت الولاده. ولدت شحال ولدت لي؟ ولدت 4. هي ما مولفش كتعطي هذا العدد، مولفه كتعطي اكثر. علاش انا بغيت نشارككم هذا الفيديو؟ باش نغيروا من 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 الفيديو السابق اللي قلنا ان الانثى الحامل تقدر تعطيها جوج طيسان. سمو كيوقع لها انها كدير الشحمه بزاف. ملي كدير الشحمه بزاف، يعني الكرش ديالها ما كتقدرش تزيد بزاف ديال الخلفات، يعني بزاف ديال الصغار، كتولي كتعطيك عدد اقل من المعتاد. واخا هي واحد الوقت كانت كتعطيك مزيان، انت كتقول علاش مره كتعطيني هكا مره كتعطيني هكا، وهي كل شيء من الكيمياء ديال الاكل. انايا مشيت زدت في الكيمياء لان حسيت بها، بحال اللي مع البرد مع هذه حسيت بها خاصه الماكله بزاف، وزدت لها. يعني انا مولف كنعطيها الانثى الحامل كنعطيها طاس ونص ديال دانون في النهار كامل. انا زدت لها واحد النص، وهي يعني تضخمت بزاف ولات تبارك الله كبيره، ومنين كبرت يعني ما عطاتنيش بزاف ديال الخلفات، عطاتني 4 الحمد لله. انا قانع، واخا تعطيني حتى جوج راني قانع بهم، ولكن انايا كنبغي ننصح الناس بان يبدلوا شويه من يعني يقلوا شويه من الكميه ديال الاكل، لان ملي الكرش ديالها كتولي فيها الشحمه بزاف ما كتعطيكمش يعني داك المستوى نتوما اللي باغيين. يعني ملي كتكون يعني ما وافياش بزاف، يعني الكرش ديالها حتى هي كتتسع العدد اكبر من الصغار، تقدر تعطيكم 11 12 10 مزيان، ولكن باش كتعطي 4 كيبقى الواحد منوي كيقول ياك ما شي حاجه وقعت. هي كل شيء باذن الله، اي حاجه باذن الله، ولكن نتوما قلوا شويه ديال الماكله. يعني بالنسبه للسيكالين قلوا، ما تعطيوش جوج طيسان ديال دانون، لا اعطيو طاس اونس. وبالنسبه للخبز الكرم ممنوع، ما تعطيش الخبز الكرم لانها راه كدير الشحمه. الخبز الكرم عطيوه للصغار بحال هكا، بحال هاد الحجم هذا، عطيه ماشي مشكل. شي نهار بغيتو يعني ما تعطيوش الصغار السيكاليم، يعني ما عندكمش، خطرات كتكون الخنشه سالات ديال السيكاليم، ديبانيوهم بالخبز ماشي مشكل. ولكن بالنسبه للامهات ممنوع الخبز، ممنوع، لان الا مشاو تداروا الشحمه بزاف كيبقاو يعطيو عدد اقل. دعيو معنا، شاركونا في الحياه ديالنا. انا قلت لكم بلي راه هاد الشانشيلا راه حامله، ها هي وتبارك الله راه ولدت البارح، هي دابا قهويه، ما كتبانش مزيان، ولكن ها انتم كتشوفوا تبارك الله الحجم ديالها، راه دابا والده، لان الام كتولد راه كتضعاف كتنتف راسها بزاف. ها انتم شوفوا، هو راه ناتفه راسها هنايا، ها انتم داك راه الشعر ديالها، ورغم ذلك انها بقات في الحجم ديالها المثالي. علاش؟ لان الكميه ديال الاكل، ها انتم السيكاليم انا كنت معمر لها ومعمر بزاف، ها انتم الا كتشوفوا معايا ها هي البلاصه فين كتاكل، راه كلات بزاف حتى ولات تبارك الله. هي كتفرح ملي كتشوفوها هكا كتقولوا راها مزيانه، ولكن ملي كتشوفوا النتيجه لا. اذا الكميه الموصى لها في فصل الشتاء الانثى الحامل هي طاس ونص ديال دانون، اي ما يعادل 150 غرام. اذا اللي عجبكم الفيديو ساندونا، اللي باقي ما شارك يشارك معنا، وتكيو على الجرس كي يصلكم جديد، وساندونا بزر جيم، ومرحبا بالتعاليق ديالكم.
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.